هو بصراحة وأنا داخل دلوقتي شفت المنظر ده. الست دي احنا جبناها امبارح من بنها. تعالي نحل يا استاذ سمر بقى. تعالي اطلع بره. تعالي اطلع بره. هي مالها يا استاذ سمر؟ هي الست دي احنا جبناها امبارح من بنها من كفر شكر. ايوه انا شايفها. هي بتعمل كده ليه؟ هي بتعمل كده ليه يا سمر؟ انا مش عارفه والله حالتها لسه ايه. احنا في دكتور هيجي لها النهارده ان شاء الله بالليل، وهي بتحب تشرب سجاير وبتحب تشرب شاي وقهوه كتير، وكل شويه رجعيني الشارع تاني ساعه ما جبتها امبارح، بس ما اعرفش بتعمل كده ليه. الله هي عارف. بتتكلم يا سمر ولا هي بتتكلم كويس. ازيك نصره؟ نصره ازيك يا نصره؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ مالك ايه مضايقك؟ احنا يا جماعه عايزه اقول لحضرتك بس على حاجه. يعني نصره قاعده بقى لها 3 سنين في الشارع في حته اسمها كفر شكر في بنها، وبتحب تقعد في الارض. ما مش عارفين نقعدها على كرسي نهائي، مش عارفين نقعدها على كرسي خالص. وهي بتعمل كده ليه؟ ما اعرفش، هي كده من ساعه ما جت امبارح. طب ظروفها ايه يعني؟ تفاصيلها لو كشفتوا عليها فيها تعاني من مرض او حاجه؟ لا، هي عندها بتر في رجليها، عندها رجل ورجلها في مبتوره، وهي شعرها كمان فيه حاجه غريبه جدا، ما رضيتش حتى تبصلها، كله ملفوف بطريقه يعني غريبه قوي. مش بتحب، ما حبتش ان حد يقرب منه خالص. تمام. تعالي يا نصره. نصره طيب استنى كده ثواني. نصره تعالي، هاتي هاتي ايدك. تعالي يا نصره، تعالي هاتي ايدك. ايه ايدك في ايه؟ قلت لها اقعدي على الكرسي المتحرك، لكنها رفضت. الشنطه دي فيها حاجات تصورات غريبه كده، يعني حاجات هتترمي ملهاش لازمه، هي محفوظه بيها. على مين؟ هي اصلا عندها عجزه يا استاذ صمد ولا عندها رجل مفطوره؟ على مين؟ على مين؟ عندها رجل مفطوره برضه. هي حابه ان هي تقعد في الارض، هي مشكله عندها ان هي حابه تقعد في الارض. يعني انا مش عارفه خالص ان انا اقول لها اقعدي على كرسي. هي بتعمل كده ليه طيب؟ انا عايز اعرف. نصره، نصره قولي لي اسمك ايه بالكامل؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه بالكامل؟ اسمك ايه بالكامل؟ اسمك ايه؟ مش انت قلتي لي امبارح؟ اسمك ايه بالكامل؟ عيونك يا صبيه نستني الدنيا دي، عروس البحريه يا ناس سحرت عينيا، الورد والياسمين والزهر كله يميل على دقة القلبين يغني في المواويل، والنيل مع الامواج ينبض على الاشواق، والنيل مع الامواج ينبض على الاشواق، عروس البحريه يا ناس سحرت عينيا. شفتي بقى؟ عسل.